السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة التي سوف أعنونها نيويورك تطلق تطبيقا لتوثق تلقي لقاح كورونا. فربما يخفى على البعض أن ولاية نيويورك أطلقت تطبيق للهواتف الذكية يطلق عليه اسم إكسلزيور. الهدف من هذا التطبيق توثيق أن الشخص إما تلقى لقاح كورونا أو أنه قام بفحص سلبي للفيروس. التطبيق هو من إنتاج شركة IBM بشراكة مع ولاية نيويورك. هذا الجواز الذي تم الإعلان عليه في ولاية نيويورك سوف يتم استعماله كجواز سفر افتراضي للصعود إلى الطائرة، حيث سوف يتم فحص QR كود، وهو يعني كود سوف يتم فحصه يبين مثلا لمضيفة الطيران بأنك أو المسؤولين في المطار بأنك حصلت على اللقاح أو أنك حصلت على يعني فحص سلبي لكورونا. سوف يتم طلب هذا الأمر كذلك في الملاعب الرياضية، في الحانات، في المطاعم، وهناك العديد من المطاعم في مدينة نيويورك التي أعلنت أنهم سوف يقومون باستخدام التكنولوجيا لعودة النشاط إلى نيويورك، لأنه كما تعلمون نيويورك كانت هي بؤرة الوباء في سنة 2020. السؤال الذي ربما سوف يطرحه العديد من الناس، من يمكنه الحصول على هذا الجواز؟ أي شخص في نيويورك، ليس في فلوريدا، ليس في كاليفورنيا، أقول في نيويورك لأن هذا الأمر تم تطبيقه في نيويورك، ليس في ولاية فلوريدا، لأن فلوريدا حاكم الولاية دي سانتيس قال أنه ربما لا يفكر في تطبيق هذا الأمر. ففي نيويورك أي شخص تلقى اللقاح أو ظهر أن فحصه سلبي يمكنه الحصول على هذا الجواز. وهناك ثلاثة أنواع من هذا الجواز. هناك Vaccination Pass، هناك PCR Pass، وهناك Antigen Pass. وسوف يبين لكم الفرق بين هذه الثلاث أنواع. بالنسبة للفاكسينيشن باس، هذا صالح لثلاثين يوما قابل للتجديد، يعني إذا كنت حصلت على اللقاح فسوف تحصل على ما يسمى بالفاكسينيشن باس لأنك أصلا ملقح. هذا مدة الصلاحية 30 يوما قابلة للتجديد. بالنسبة للPCR تيست، الPCR تيست صالح لثلاثة أيام، بعد ذلك تحتاج إلى فحص جديد بالطبع. هناك النوع الثالث والأخير ويسمى بالرابيد تيست، هذا صالح أو فعال لمدة 6 ساعات، بعد 6 ساعات تحتاج إلى يعني فحص جديد. للتذكير كما قلت، للحصول على هذا الجواز فهو ليس إجباري، لست مجبرا أن تحصل على هذا الجواز، لكن كما قلت هم في ولاية نيويورك يخططون أنه ربما هناك مطاعم سوف تطلب منك هذا الأمر، قاعات رياضية سوف تطلب منك هذا الأمر، الملاعب سوف تطلب منك هذا الأمر، وربما سوف يفرض حتى أو في شركة الطيران سوف يطلب منك هذا الأمر إذا كنت مثلا مسافرا من نيويورك. فهذه الأمور فقط أضعكم في الصورة حتى تفهموا يعني حيثيات الأمور. فأي إنسان عنده بطاقة التلقيح فهو غير مجبر بأن يحصل على جواز السفر، جواز يعني لقاح. إذا كان عندك بطاقة التلقاح فأنت لست مجبر، لأن البطاقة فقط تكفي. كان عندك نتائج فحص سلبي كذلك تكفي يعني تبين، لكن تذكروا أن الفاكسينيشن باس عنده مدة، ويعني الفحص السلبي PCR عنده مدة. فقط لأوضح لكم هذا الأمر من البداية. بالنسبة لمن يريد، سكان ولاية نيويورك ومن يريد الحصول على هذا اللقاح سوف على هذا عفوا هذا الجواز، سوف تجدون الرابط الموقع أسفل هذا الفيديو، سوف تدخلون إلى الرابط، سوف تضغطون على زر ستارتد، أنذاك سوف يتم
سؤالك او طلب ادخال بعض المعلومات او ما يسمى basic information, first name, last name, date of birth وغيرها من الامور. بمجرد ما تتوصل بهذا يعني الجواز يمكنك عمل print, يعني تقوم بنسخه وتضعه في محفظتك مثلا, او تقوم بعمل سكرين شوت وتوضحه او تاخذه اينما ذهبت اذا طلب منك, يعني تقوم باظهاره لمن سال, او انك تقوم بعمل سيف له على يعني التطبيق الخاص باكسسيون. هذه الامور فقط وضحها من الان. كما قلت في نيويورك انت لست مجبرا, لست مجبرا اذا كان عندك الفاكسينيشن كارد او بطاقة التلقاح فهي كافية, كان عندك فحص سلبي فهو كافي. لكن تذكروا كما وضعت تحدثت في بداية هذا الفيديو ان كل يعني فحص او لقاح عنده مدة محددة, الفاكسينيشن 30 يوما يمكنك تجديد ذلك الجواز, لكن بالنسبة للبي سي ار او الفحص الثالث فهناك يعني 6 أيام وهناك 6 ساعات كي فقط, لأضعكم مرة أخرى كما قلت في الصورة. هذا هو ما يتعلق باختصار بهذا الموضوع الخاص بالتطبيق الذي يبين أن الإنسان تلقى لقاح كورونا, خصوصا أولئك القاطنين بولاية نيويورك. أقول ولاية نيويورك ولا أقول مدينة نيويورك, لأنه مع كامل الأسف هناك أناس يختلط عليهم, حتى أن هناك بعض المواقع التي تكتب يعني أسماء مغلوطة. لا نريد الحديث في هذا الأمر. يعني مثلا هناك موقع مشهور عربي, دخلت على هذا الموقع وجدته يكتب مثلا ولاية أورلاندو وغيرها من الأمور. فمدينة نيويورك, نيويورك سيتي هي مدينة في ولاية نيويورك, هذا فقط للتوضيح. الناس المقيمين في نيويورك يفهمون هذا الكلام. فهذا هو باختصار موضوع هذه الحلقة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.